يو ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد، والفيديو هو طلبتوا ان اخويا يطلع معايا في الفيديوهات الفتره الجايه. بقالنا شهرين ما بنعملش فيديوهات مع بعض اللي هي رياكت، لكن راجعين بسلسله قويه جدا ان شاء الله في القناه. المهم سلسله جديده باسم ترندات مصر بخطر. طبعا كل يوم بيعدي على المصريين لازم طبعا يفتحوا التلفزيون، يشوفوا الاخبار، يفتحوا اليوتيوب، يشوفوا في ايه في الدنيا. يعني حلقتنا النهارده الحلقه الاولى من ترندات مصر في خطر، هنوريكم ترندات مصر، فهنشوف دلوقتي مع بعض. هنا معانا اول ترند احمد مكي في معكم منى الشاذلي الحلقه كامله. انا صراحه ما شفتش الحلقه بس اكيد الحلقه حلوه. الترند الثاني شاهد الفنانه رانيا يوسف ترتدي فستان فاضح. يا خرج شنو هذا؟ دي ترندات مصر اللي الناس ما بتصدق تمسك فيها. في ترند تالت بيقول لك اصحاب العروسه قدموا نفسهم للعريس وكانت مفاجاه قويه للعروسه. طب ماشي، طب الحد على جنب مش في الترند. الترند ده يعني اللي هو الحاجه اللي هي ايه، يعني الحاجه جداً اللي متعوب عليها، او مثلا اللي هي اغنيه مشهوره جدا بقى الناس كلها بقى بتشغلها مثلا، يعني فاتشهرت. يعني الناس اللي تطلع ترندات دي يا دوبك الناس بس بتفتح موبايل كده وتصور وتكتب لك مش عارف اصحاب العروسه ايه وبتاع ايه، والناس تصور. في ناس يا جدعان، في ناس بتتعب جدا وبتكون معاك. انا يعني هناك في السعوديه بره اليوتيوبرز السعوديين هم اللي بيصنعوا الترند هناك، هم اللي بيطلعوا الترند، هم اللي بيعملوا الحاجه وعلى اساسها الناس بتقعد تعمل عليهم رياكت عشان يجيبوا مثلا فيوز او كده. اما عندنا في مصر انت تتكلم جد. المهم عندنا الترند الرابع لما تبقى مامتك موسوسه نظافه وانت شعرك كويس كل شويه تطلع ترند ليه؟ تقول لك شعرك والحشرات. بتطلع ترند ليه مش على التلفزيون؟ يعني انا مش فاهم حاجه. يعني كنا بنصور وفجاه الكلبه ولدت اثناء التصوير. او ماي جاد. الترند اللي بعديه ليرن كلرز ويز باكمان. طبعا باكمان ده اللي هو الاكل السكر، وحاطين يعني صوره مصغره حشره اللي هو يعني بياكل الحشره. هو الفيديو جايب من 3 اسابيع 27 مليون. انا صراحه ما دخلتش على الفيديو، يعني مش عايزين نخش عليه عادي. يعني الترند اللي بعديه ترند احمد كامل ما بقتش اخاف. لسه الاغنيه دي نازله امبارح. اغنيه لسه نازله امبارح من يوم. لسه ما سمعتهاش الصراحه. الصراحه اغنيه جميله جدا، سامعها امبارح. روعه 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 الاغنيه دي، وبالتوفيق لاحمد كامل وكل المنتجين واللي ساعدوه في الكليب ده. بالتوفيق يا احمد يا كامل. نخش على اللي بعده، صبايا مع ريهام سعيد تركت رساله صوتيه قبل انتحارها من الطابق الرابع امام امها، شاهد السبب. يا لهوي يا جدعان، يعني احنا هنعمل ايه يعني؟ اللي بعده تطورات ازمه رانيا يوسف. تاني رانيا يوسف ما خلاص. صور تكشف كذبها وهذا ما حدث معها في النيابه. يا جدعان خلاص، يا جدعان بقى الواحد زهق خلاص بقى. الترند اللي بعديه ملخص هاتريك محمد صلاح اليوم امام بورن اسمه بورن بانجليزي دي يا مرسي. فرقه اجنبيه في الدوري الانجليزي. صلاح ابدع عمل ماتش عالمي جدا. انا شفت الاهداف، رب الكون ميزه بميزه. صلاح هدفه عزيز. يلا يلا صلاح هدفه عزيز. ده تسليم لصلاح. الحكايه الترند اللي بعديه، الحكايه رانيا يوسف. خلاص يا جدعان بقى، وانا مالي الحاجه دي ليه اليوتيوب ما يقعدش كده مع نفسه ويخش على فيديو ويمسح له الفيديوهات اللي هي ملهاش لازمه، يعني اللي تطلع في الترند او يشيلها من الترند. موقف محرج صدم الفنانين في مهرجان القاهره السينمائي الدولي. ويطلع ترند ليه؟ بحس ان كلام فاضي. محمد منير طقطقية. لا ما سمعتش صراحة. سمعتها دي. حلوة. ما سمعتهاش بس عامة محمد منير يعني في أغاني أنا ما بسمعلوش، بس في أغاني بتبقى حلوة يعني أحيانا. الترند اللي بعديه إنجليزي. مش هنضيع وقتنا في تفاهات، خلينا في حاجات مصر. هاتريك محمد صلاح الأهداف كاملة.
عاش. احنا قلنا خلاص سحبنا خلاص 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 محمد صلاح مره واحده كفايه. بس حلو يا رب كتر من ترندات محمد صلاح ويطلع كده ترند احسن من الهيافه اللي احنا بنشوفها دي. نجوم صغار طبعا احمد حلمي عامل برنامج على ام بي سي مصر. بيطلع بقى يجيب لك ناس كده صغيرين ويقعد يتكلم معاهم ويهزر معاهم وكده. برنامج حلو يعني ممتاز وعجبني صراحه بس مش متابعه يعني بس حلو. انت تتكلم جد كرتون بالعربي جد وعصومي كرتون بالعربي جد وعصومي برام الجنة جد وإياد طيور الجنة ايه كل ده فاني مونكي درايف سيفز ايه دي يعني بيسوق ووتر تار ميلودي ترين ان ان او دور بلا ايه ده غالية يوسف مظلومة غزاني المغربي لبست نفس الفستان قبلها في مهرجان الجونة وانا ملقومي وانا مالي. مسلسل الطائر المبكر الحلقه 23 كامله مترجمه جوده عاليه اتش دي. طب ماشي المسلسل على التلفزيون يا جدعان المسلسل على التلفزيون اماذنج هاكس فور لا لا الحاجات اللي هو بيقول لك اللي هو بيقول لك مثلا صح يعني دي تعملها لا مش كده اوعى لا غلط ما تعملهاش كده صح وغلط صح وغلط الحاجات دي. مسلسل كانه امبارح كانه امبارح ماشي عدي يا عم. ايوه ليله البياته بتاعه الاسبوع بتاعت السبوع الليلة قبل السبوع انا مش فاهم ايه يعني اللي فهم حاجة يقول لي تحت مفهومة واحدة عاملة قناة على اليوتيوب اسمها صدفة الست دي بتطلع ترند اكتر من اي يوتيوبر من يعني من الناس اللي بتتعب مثلا في مصر عشان اكل بتطلع كل شوية تطلع ترند كيفيت عمل الكيكة كيفيت عمل الرز مبصش لحد بس ما ينفعش التوينكيز مسلسل علينا. بيت السلايف الحلقة التامة الثامنة والخمسون من عدي عدي الراجل ده غريب جدا بقى الراجل ده بجد غريب بص الراجل ده مش عارف ليه رخم ما بحبوش او لا بلاش مش عايزين نتكلم عن حد بس الراجل ده كل شوية بيطلع محتوى سخيف محتوى رخم كده بيشد الناس بالتايتل التايتل اللي هي اللي مش تمام فما بحبش الكلام ده خالص. يوتيوب ريوايند 2018 الفيديو ده انا شفته طلع فيه مشيع باين ولا اسمه ايه معرفش اسمه ايه والله عائله مشيع اللي هم دول بيعملوا فلوجات وطلع فيه نور ستارز فده يعني فخر للناس اليوتيوبرز العرب وعقبالي عقبالنا بس ننجز في الفيديو ده عشان كده هيطول. اهداف الاهلي والجونه انا مش اهلاوي. برنامج صاحبه السعاده الحلقة الثامنة الموسم الأول أكل الشرقية مع ويز دعوة ملناش دعوة حاجة أجنبية ملناش دعوة أيوة اشتريت صندوق عشوائي مظلم بقيمة $1000 $1000 لقيت أشياء خطيرة أنا عايشة في استراليا ده اللي هو إزاي شنو هذا بص ده الصورة المصغرة اللي هتخليك قادر بقى طلع فيه دم طلع في دم تخيلوا نشوف اللي بعده اضحك محمد اضحك عبد الله اضحك يا لعن اضحك يوميات لولا وقعت السبب من البلكونه بسبب اللعب رومانسيه منسيه الحلقه الثانيه مع شنو هذا رد فعل ناري من زوج الفنانة رانيا يوسف بعد الفستان الفاضح يا عم انا مالي يتم الضحك المتواصل مع توفيق عكاشة انت بتشتمني يا عز ليلة عز طين ما علينا سما المصري عن فستان رانيا يوسف بالقاهرة السينمائي لو انا كنت هتلف بالملاية تعليق احمد السعدان الجريء على فستان رانيا يوسف انا رفعت عليها قضية خلاص يا جدعان زيت من الترند ده عملنا اسبوع صدفه الصغنونه وكان يوم حلو قوي في الترند ده في الترند يا جدعان ده في الترند مصري مواقف محرجه صارت بالمدرسه وده مشيع اللي انا بقول لك عليه محشي كرومب بخلطه جباره وتكات ماما واسرارها فعمايله والطعم خطير يا عمي خلاص اتحداك ما تشعر بالغضب اشياء تحصل كل يوم بحياتنا علوه ده مجتهد جدا بينزل كل يوم بينزل كل يوم فيديو الساعه 1 انا بتابعه واد بينزل واد مجتهد قوي في المجال رده الفعل وحلو قوي عاجبني وبالتوفيق ان شاء الله يا علوه تاني
أغرب وأسوأ إطلالات الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي. الحمد لله خلصنا الفيديو. خلصنا فيديو ترند يا جماعة. ايه ده الترند الملل ده يا جدعان؟ ترند ملل جدا. زهق. وكل فترة يعني ايه احنا المرة دي بس ايه مش هنعرض فيديوهات. يعني احنا المرة دي بس ايه قرينا بس التايتل والعناوين بتاعت الفيديوهات الترند. لكن المرة الجاية هننقي حاجات معينة نتكلم عليها مثلا في الترند ونطلع نرياكت عليها يكون موضوع مهم او الناس كلها بتتكلم فيه او حتى موضوع تافه لان برنامجنا اسمه ترندات مصر في خطر. فيا ريت لو الفيديو عجبك ما ننساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة معلش على وقفتنا عشان في الدراسة وكده واحنا في امتحانات فان شاء الله هنرجع ان شاء الله بتقيل بعد الدراسة تمام باذن الله. فما ننساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو عايز تتابعنا على السوشيال ميديا تحت في انستجرام وفيسبوك انس بلال ايه بي فيديو ماشي. فبس كده كان معكم ايه بي فيديو سلام.